تمكن الباحثون في ناشونال جيوغرافيك من فعل شيء لا يصدق بعد أن نجحوا في التقاط الصور التي تبين مختلف الحيوانات داخل رحم الأمهات استخدام الكاميرات الصغيرة المرتبطة بنظام المسح الضوئي 4D المليئة بتقنيات الموجات الفوق الصوتية. وبالفعل تمكنوا من التقاط بعض الصور التي من شأنها أن تسحب الأنفاس حقا، ويمكننا الآن أن نرى ما تبدو عليه الحيوانات قبل بضعة أسابيع من ولادتها. وفي هذا الفيديو رصدت عدسات ناشونال جيوغرافيك مجموعة من الحيوانات داخل رحم أمهاتهم ونشرتها على موقعها. فلنبدأ. البقرة. بطريق داخل البيضة. الكلب. الحصان. الدولفين.
الخفاش. القطط. الأسد. سمكة القرش.